في الحقيقة موسم الرياض مع كل حفلة تقام فيه تجدين حملة مقابلة في الجهة الأخرى من جماعة الإخوان المسلمين ومن أعضائها المتوزعين نحو العالم في دول مختلفة بعد أن تم تجريم هذه الجماعة في عدة دول عربية. هذا الربط بين ما يحدث في موسم الرياض وبين الأحداث الجارية في غزة وفي لبنان ليس جديداً، ومع كل مناسبة ومع كل فرحة ومع كل ابتسامة يجري تذكر هذه الجراح التي يعاني منها المسلمون. ولا شك أن المسلمين طوال تاريخهم كانوا يمرون بهذه الحالة، حالة من حالات الحرب، حالة من حالات السلم، حالة من حالات الموت، لكن هذا لا يعني أن تتوقف الحياة بالكامل. الإخوان المسلمون بأنفسهم هم أكثر من تناقض مع هذه القصة. أولا لنعرف أن الأحداث الجارية في فلسطين لم تحدث بالأمس ولم تحدث في الحقيقة منذ 7 أكتوبر فقط. فلسطين تم احتلالها منذ ما يقارب 80 عام، ليس منذ عام واحد فقط. فالأحداث جارية في فلسطين منذ ما يزيد عن 80 عام. المرشد الثالث للإخوان المسلمين عمر التلمساني كتب في كتابه ذكريات لا مذكرات أنه كان يتعلم رقصة التانجو وكان من المعجبين بالموسيقى. إخوان المسلمون متى شاءوا حللوا ما يرونه حراما وحرموا ما يراه المجتمع حلالا. السيد يوسف القرضاوي كتب كتابا في فقه الغناء والموسيقى. لما نريد أن نستعرض حال هذه الجماعة نجد أنهم يتوزعون في عدة بلدان يجري فيها أكثر مما يجري في المملكة العربية السعودية. وتعرفين أن ما يجري في المملكة العربية السعودية من تغيير كبير دفع فئات من الناس، فئات كثيرة من الناس ممن كانت مستفيدة من الوضع القائم السابق إلى محاربة هذا التغيير. التغيير لا شك أنه تغيير إيجابي. نحن نتحدث على سبيل المثال وزير الشؤون الإسلامية سبق أن صرح بأن هناك فئات من الدعاة ممن يسعون لامتصاص المال العام لأغراض الدعوة. كان هناك مستفيدون، كان هناك جامعو تبرعات، كان هناك تجار باسم الدين. هؤلاء فقدوا هذه الميزات، فلا شك أنهم سيحاربون وسيصارعون لمواجهة هذا التغيير الذي أخذهم بعيداً عن الساحة. لكن اليوم يعني جرعة الانتقادات دكتور عبد الله كانت زائدة هذه المرة بالنظر إلى انتشار فيديوهات يعني كانت تبرز فيه عارضات تحمنا حول مجسم تم تشبيهه بمجسم الكعبة هذه المرة، وكثرت تساؤلات عن كون يمكن هذا يعني يحدث في بلاد الحرمين. اليوم خلينا نحكي عن ما المراد من خلال هذا التشبيه، تشبيه هذا المجسم بمجسم الكعبة، ما الذي كان تصبو إليه هذه الجهات من خلال هذا التشبيه؟ وطبعا هذه الطريقة ليست جديدة، وأول من استخدم هذه الطريقة بحصر المملكة العربية السعودية بالحرمين الشريفين هو تنظيم القاعدة. تنظيم القاعدة هو من كان يطلق التصريحات بوصف المملكة العربية السعودية بأنها بلاد الحرمين. جماعة الإخوان المسلمين استفادت من هذا وأخذت تلعب على هذا الوتر باعتبار أن الحرمان الشريفان جزء من المملكة العربية السعودية لكن ليس كل المملكة العربية السعودية. من العجائب ما ذكرتيه من أنه أتي بمجسم مربع فقيل أنه هذا المجسم يرمز للكعبة المشرفة. الشكل الحقيقي للكعبة المشرفة ليس شكلا مربعا أصلا، لكن هؤلاء لا يعرفون شيئا في الدين ولا في الدنيا. الشكل الحقيقي للكعبة المكرمة هو أشبه ما يكون بالمستطيل، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري كان يقول لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمت البيت وأقمته على قواعد إبراهيم. لو تلاحظين هناك أشبه بالقوس أمام الكعبة، هذا القوس لا يطاف من داخله إنما يطاف من خارجه، لأن حدود الكعبة الشرعية تمتد إلى هذا القوس الذي يسمى حجر إسماعيل. فالشكل الحقيقي للكعبة ليس شكلا مربعا أصلا،
هو أقرب ما يكون للمستطيل، لكن لنفرض جدلا أن الشكل الحقيقي للكعبة هو الشكل المربع أو المستطيل أو غيره من الأشكال، هل يوجد عاقل في العالم يقول أن وضع أي بيت أو أي حديقة أو أي مجسم على شكل مربع مربع أو مكعب أو مستطيل أو أيا يكن وفيه نوع من أنواع المساس بالكعبة المشرفة، هؤلاء أرادوا الزج فقط بقضية الحرمين الشريفين، محاولة منهم لإحراج السعوديين وإحراج السعودية، والأمر ليس في أدنى إحراج. الحديث عن سيادة المملكة العربية السعودية على الحرمين الشريفين هو حقيقة أمر لا نقاش فيه، والكلام عن كون أنا رأيت بعض الناس يقولون يعني الحرمين الشريفين لهم قداسة وهم بيوت الله عز وجل، ولذلك لا ينبغي أن تجري حفلة مثلا في الرياض، مع أن الحفلة في الرياض تبعد عن الحرم المكي على سبيل المثال قرابة 1000 كيلو، ما يعني أن بعض المدن في مصر وبعض المدن في الدول العربية هي أقرب للحرم المكي من الرياض فعليا يعني. لكن هذا القول الساذج يمكن أن يقال في المقابل أن كل المساجد هي بيوت لله عز وجل، وأنتم يا من تقيمون في كندا وفي تركيا وفي بريطانيا، هناك في هذه الدول مساجد هي بيوت لله عز وجل، وفي المقابل على بعد أمتار من هذه المساجد تقام فيها تظاهرات فنية، بارات ويوجد حانات ويوجد يعني حفلات ويوجد كل ما تزعمون أنكم تنكرونه. هل تستطيعون أنتم الآن أن تخرجون كل من موقعه من لندن ومن كندا ومن تركيا وتطالبون بأن تكون سيادة هذه السيادة لهذه المساجد ليست لهذه الدول وإنما لدول أخرى خارج حدود هذه الدول؟ لا يستطيعون، وإلا فحرمة المسجد واحد وكل المساجد هي بيوت لله عز وجل. لكن كما ذكرت هذه الطريقة، هذا التكتيك من ربط المملكة العربية السعودية وحصرها بالحرمين الشريفين هو تكتيك سبق اللعب عليه تنظيم القاعدة وأعاد اللعبة الآن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.